عينت الشراكة الأنجليكانية في تموز يوليو عام 2015 أسقف النيجيريا الأصلي يدعى مونسينيور جوزيا أتكنز أيدو وفيرون أميناً عاماً عليها، وهي المرة الأولى التي يعين فيها أسقفاً من القارة الأفريقية في هذا المنصب. وتقضي مهمته بمساعدة رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي على الحفاظ على وحدة الكنائس 38 التي تنتمي إلى الشراكة الأنجليكانية التي تضم 85 مليون نسمة حول العالم. كنا قد التقينا به في لندن حيث يسكن، وقررنا أن نمنح فيلم Net for God حلة مميزة هذا الشهر عبر تخصيصه بالكامل لمقابلة أجريناها معه. فهو سيكلمنا عن مواضيع تتسم بطابع حساس اليوم، أبرزها العلاقة مع الإسلام ووحدة الشراكة الأنجليكانية. وتتجذر دعوته لأن يكون رجل حوار منفتحاً على الاختلافات في التجربة التي خاضها منذ صغره، بما أنه كان مسيحياً وسط أغلبية مسلمة. أنا من شمال نيجيريا، وطوال حياتي أو بالأحرى منذ أن بدأت أدرك ما حولي في المدرسة الابتدائية، عشت مع المسلمين. كنت أرتاد المدرسة مع المسلمين وأقوم بالنشاطات معهم، وعندما دخلت المدرسة العسكرية في زاريا هناك أيضاً كنا معاً مسلمون ومسيحيون، حتى أنه كان بيننا صبيان ذو أهل لا مسلمين ولا مسيحيين وترعرعنا معاً. بعد أن ارتسم كاهناً ذهب إلى إنجلترا ليدرس اللاهوت في بادئ الأمر في جامعة دورهام، حيث قبل في كلية سانت جون. من المواد التي اخترت دراستها الحضارة الإسلامية، وبالنظر إلى الوراء أعتقد الآن أن ذلك كان من العناية الإلهية، فالرب قادني في الواقع إلى مخططه. بدأت إذن أخوض هذا المقرر الدراسي، وفي جامعة دورهام كانت مادة آباء الكنيسة مادة إلزامية، وهي دراسة آباء الكنيسة الأوائل وكيف اجتازت الكنيسة صراعات لاهوتية كثيرة. ومن المواضيع التي كانت تلفت انتباهي فعلاً موضوع الكريستولوجيا، أي كيف كافحت الكنيسة في أولى مراحلها، وكيف تم اعتبار أساقفة وعلماء لاهوت هراطقة بسبب الطريقة التي كانوا يحاولون أن يشرحوا فيها ملء إنسانية يسوع المسيح ولاهوته في الآن عينه. بفضل معرفتي الصغيرة بالإسلام وبالحضارة الإسلامية توضح لي أمر، فالصورة التي يبينها القرآن قريبة جداً مما كانت تعتبره الكنيسة الأرثوذكسية هرطقة، وقد أثار ذلك فضولي. وهكذا بدأت أهتم بالدراسات الإسلامية. Again, I prayed and said, well,
إذا كان الرب يريدني في هذه الخدمة سأغوص أكثر بعد في دراساتي. وهكذا منذ نهاية الفصل الجامعي الأول انتقلت إلى برمنغهام، وكانت هذه الخطوة الأخيرة مما أعتبره مسيرتي إلى خدمة الرب بين المسلمين لتسهيل التفاهم بين الإسلام والمسيحيين. واخترت أن أكتب أطروحة طويلة حول وضع غير المسلم في حكومة أو أمة إسلامية. يقال عنه ذمي في اللغة العربية أو أهل الذمة بالجمع، وأهل الذمة مواطنون محميون. فصغت إذن هذه الأطروحة التي توجب علي بعد إذن عرضها على الصف، وكنا حوالي 14 طالباً كلنا في مرحلة الماجستير، حتى إن بعضنا كان في مرحلة الدكتوراه على ما أعتقد. فبدأت إذن أعرض نصي، وفجأة بعد 4 إلى 5 دقائق على بدء العرض لم أعد قادراً على المتابعة، لم أعد قادراً على القراءة، فانهرت وبدأت أبكي وتوقفت. وكان الأستاذ ديفيد كير مدير المركز، فأخذني إلى مكتبه وسألني: جوزايا، ماذا يحصل؟ فأجبت ديفيد: هذه قصتي. أقلية مسيحية، رجل من قبيلة نوبي في شمال نيجيريا، هذه حالتي. فهمت إذن أن الحلقة قد اكتملت، وعلمت في هذه اللحظة أن الرب يدعوني للعودة إلى بلدي لتشجيع المسيحيين والإسلام على التفاهم. إنها قصة طويلة لكنها مسيرتي، وهكذا بدأت. ومنذ ذلك الحين وأنا أقوم بهذا العمل حيث أبني الجسور لتعزيز التفاهم بين المسيحيين والإسلام. ارتسم مونسينيور جوزايا أسقفاً في سوكوتو عام 1990، وأصبح بعد ذلك أسقف كادونا عام 1998. وبعد عامين، وفيما كان العنف الطائفي يشتعل في المنطقة، سمحت معرفته بالإسلام وروابطه بالمسلمين بالخروج من الأزمة. إلا أنه لم يتم تفهم موقفه المشجع للحوار في كنيسته. أنا أنتمي إلى الحركة الإنجيلية الخمسينية الكاريزمية ضمن الشراكة الأنجليكانية، وبسبب التزامي بدراسة الإسلام وجوانبه الإيجابية والتعمق في المسيحية والنقاط الإيجابية التي يتفق هذان الدينان عليها، قال الكثيرون من رفاق الإنجليين عني: انظروا، لم يعد إنجلياً. يؤلمني ذلك، ولكن لا يسعني أن أتغير. قالوا الكثير من الأمور عني بسبب التزامي في خدمة المصالحة بين المسيحيين والمسلمين، وبسبب عملي في سبيل المصالحة بين الأنجليكان نفسهم، وبسبب كوني من أبناء الشراكة. فأنا أعرف الغرب وأعرف بلاد الجنوب، ودرست في الاثنين وعملت في الاثنين، وهذه المعرفة تمنعني من تبني بعض المواقف، إذ ترغمني معرفتي على الدفاع عما أؤمن بأنه صحيح. لقد التقينا بالمونسينيور جوزايا بعد بضعة أيام على أحداث أورلاندو في الولايات المتحدة، حيث قتل رجل 49 شخصاً كانوا يرتدون ملهاً ليلياً يقصده المثليون جنسياً. إن الاعتداءات التي ينفذها الإسلاميون المتطرفون في تنظيم داعش أو جماعة بوكو حرام. في نيجيريا والدول المجاورة تؤدي أكثر فأكثر إلى انعدام الثقة أو الخوف من الإسلام. فكيف لنا أن نمارس هذا العنف بسم الله؟ وما الحل لمواجهة هذا العنف؟ The question of violence
إن قضية العنف متجذرة في الأديان الثلاثة المعروفة بالأديان الإبراهيمية، أي اليهودية والمسيحية والإسلام. وبما أن كلاً من هذه الأديان لها كتب مقدسة، من الضروري شرح هذا الموضوع أو التعليق عليه على ضوء بعض نصوص الإنجيل والقرآن. When I say Bible, it includes the Jewish Bible and the Quran. There is that. لذا من الممكن فهم هذا الموضوع الكامن في هذه الكتب بشكل متطرف بما يقود إلى العنف. فالعنف موجود في هذه الأديان الثلاث، ومن يعلم هذه الكتب يوافقني الرأي. وبالتالي فعندما يأتي فرد مجنون أو جماعة مثل بوكو حرام أو داعش في الشرق الأوسط، عندما يأتون ويبدأون باقتباس آيات من القرآن في أفريقيا الوسطى اليوم، يمكنني القول إن هناك مسيحيين ارتكبوا مجازر وقتلوا مسلمين باسم الدين. لا الإسلام ولا المسيحية يسمحان بالعنف، إنما العنف موجود في كتبنا المقدسة، وعلينا أن نكون صادقين في هذا الموضوع. بالنسبة إلي، الحل الأنسب يكمن في التحلي بالفهم الصحيح لما يعلمه دينك، وأن تقوم بما يلزم وتلتزم بالعيش وفقاً لما يستنظره دينك منك. ومن بين هذه الأديان الثلاثة، أي اليهودية والمسيحية والإسلام، فالدين الوحيد الذي يلزم أتباعه بمحبة أعدائهم ويجعل من ذلك وصية هو الدين المسيحي. أما اليهودية والإسلام فيتوقفان عند أحبب قريبك كما تحب نفسك. وإذا كان قريبك عدواً، فالإنجيل واضح في هذا الخصوص، ويسوع المسيح واضح جداً: أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم. أما اليهودية والإسلام فلا يعلمان ذلك. وبالتالي فنحن كمسيحيين أشبه بمن تلقى أمراً، ومن واجبنا أن نبين الفرق الذي يحدثه يسوع المسيح فينا. والأمر لا يتعلق هنا بما بوسعنا فعله كمسيحيين، فذلك أمر مسلم به وهو هبة من الله. فلست أنا من يقرر أنني سوف أحب محمد أو عبد الله، لا، لست أنا من يقرر ذلك، إنما هو حضور الله في بشخص الروح القدس ما يعطيني هذه القدرة، وهو أمر يتجاوز قدرة الإنسان على الفهم. إنما حتى وإن كان القرآن والحديث لا يلزمان بالأمر، فمسألة حب القريب موجودة أيضاً في الحديث النبوي الشريف، وبالتالي في الدين الإسلامي، وهو أمر موجود فيما يعرف بالحديث النبوي غير المكتوب، أي الحديث الذي خرج عن النبي محمد هو نفسه. وفي شمال نيجيريا يقول الناس إن حديث النبي يقول: أحبب قريبك وأقرباؤك هم جميع الذين يسكنون في المنازل الـ20 المقابلة لمنزلك، والمنازل الـ20 خلفه، والمنازل الـ20 إلى يمينه، وتلك التي إلى يساره. وكل من يتواجد في هذا المحيط هو قريب لك، سواء كان مسلماً أو مسيحياً. وكما ترون أن هذه جوانب إيجابية لمن يشرعون لبناء جسور التفاهم بين جماعتي الإيمان هذه، وليس بين ديني الإسلام والمسيحية، لأنه ما من شيء سيء بين الإسلام والمسيحية، وإنما بين المسيحي والمسلم.
نحن الممارسون ونحن الذين نمارس ما تعلمنا إياه كتبنا المقدسة. إن عمل المصالحة، هذا العمل الذي ينطوي على بناء الجسور، يتم بين الأشخاص، وأريد فعلاً التشديد على هذه النقطة. ففي الواقع كلنا بشر، وكلا الإنجيل والقرآن يؤكدان على أننا نتحدر من الأهل نفسهم، أي آدم وحواء. وفي القرآن هذا الأمر واضح جداً، وهكذا فإن مسألة إنسانيتنا المشتركة مطبوعة في كلا الإنجيل والقرآن. إلا أن القرآن يذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن كونكم بيضاً وأنا أسود، وأنا لست أسود، لا بل بالأحرى أقرب من لون الشوكولاتة، أو أن تأتوا من السودان وأن يكون لونكم أسود، فالله هو الذي أراد ذلك. أما الإنجيل فلا يقول لنا لما ألن أبيض وإنجليزي وأنا نيجيري وأنتم فرنسيون، لا يذكر الإنجيل هذا الأمر، إنما ما يذكره وقصة بابل، إلا أن القرآن يؤكد بوضوح على السبب الذي خلقنا الله من أجله أمماً وقبائل وحتى أدياناً مختلفة، حتى نتعلم أن نتعارف على بعضنا البعض. الأمر واضح في القرآن، فالله قصد خلق الناس بهذه الاختلافات لكي نتمكن من أن نفهم بعضنا بعضاً. هذا ما يقوله القرآن، ولهذا السبب التعليم أمر ضروري. وفي الدين الإسلامي يؤخذ التعليم على محمل الجد، وبالتالي فأفراد بوكو حرام لا يفهمون دينهم، ومن المستحيل أن يفهم المرء دينه من دون أن يدرسه. فالإثنان متشابكان، وعندما تقصد النظر في تعليم الدراسات الإسلامية ستجد هذا الإصرار على الفهم، وهذا جل ما في الأمر. والمصطلح العربي الذي يستخدم في هذا المعنى هو التعارف، لتتعارفوا. لماذا؟ لكي نتمكن من فهم بعضنا البعض. للشراكة الأنجليكانية هيئة عامة تجمع بين الأسبقية والمجمعية. لقد تم تدريجياً تطبيق أربعة وسائل للحفاظ على الوحدة الشراكة فيما بين الكنائس الأعضاء 38 والتي تدعى أيضاً محافظات، يضاف إليها 6 كنائس ذات حجم أصغر تلحق بالمحافظات. تتمثل الوسيلة الأولى بدور الزعيم الروحي الذي يؤديه رئيس أساقفة كانتربري. يتبعها مؤتمر لامبث الذي يجمع الأساقفة كل 10 سنوات في المبدأ بدعوة من رئيس أساقفة كانتربري. في غضون ذلك تعقد اجتماعات بين كبار أساقفة مختلف المحافظات من جهة، ومجلس الشوري الأنجليكاني الذي يضم علمانيين وشمامسة وكهنة من جهة أخرى. إن الشراكة الأنجليكانية مختلفة عن كنيسة روما. فالكاثوليك يتحدثون عن الكنيسة الكاثوليكية، ولكن لم يتحدث أنجليكاني يوماً عن الكنيسة الأنجليكانية. نحن شراكة مؤلفة من 38 كنيسة مستقلة، أو 44 إذا أضفتم الكنائس 6 الأخرى. لذلك ليس لدينا بابا. أنا أقول لكم هذا لأنه سوف يساعدكم على الصلاة من أجل الشراكة الأنجليكانية. لدينا 38 كنيسة مستقلة، ونحن مستقلون ثقافياً وإدارياً.
إن مصطلحي الشراكة الأنجليكانية وشراكة هما معجزة بحد ذاتهما، ولكن أنا أحب ذلك. وكل ما قلته للتو يجعل خدمتنا صعبة أكثر بعد. هناك 38 كنيسة مختلفة تجتمع معا للتحدث بصوت واحد. لكان الأمر مختلفا لو كان لدينا بابا أو كان رئيس أساقفة كانتربري هو البابا، فحينها لن نكون شراكة بل كنيسة، ولكن هذا ليس جزءا من طبيعتنا، فالشراكة الأنجليكانية ليس لديها بابا. لدينا 4 وسائل، 4 طرق لإبقاء الشراكة موحدة. برأيي إن النقطة الأساسية هي أنه ليس لأي من هذه الوسائل القدرة على القيادة، إلا إن رئيس أساقفة كانتربري يتحلى بميزة إضافية مرتبطة بالانتماء. فلكي تصبح عضواً في الشراكة يجب أن تكون بشراكة معه، وبالتالي في حال لم يقبل كنيستك وبقيت تقول أنك أنجليكانياً فأنت تعيش بالوهم، ولا تكون أنجليكانياً ما لم يقل رئيس أساقفة كانتربري نعم أنا أقبلك. هذه هي الميزة الوحيدة التي يتمتع بها رئيس الأساقفة. تواجه الشراكة الأنجليكانية شأنها شأن الكنائس المسيحية الأخرى قضية المثلية الجنسية، وهي مصدر توتر كبير يهدد تماسكها. الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة صوتت لصالح الزواج من نفس الجنس، وضعت نفسها بذلك في معارضة مع كبار الأساقفة، بما في ذلك القارة الأفريقية حيث يتواجد فيها اليوم أكثر من نصف أنجليكاني العالم. ومع ذلك فالمبدأ التوجيهي للشراكة الأنجليكانية لم يتغير منذ مؤتمر لامباث عام 1998. الزواج ممكن فقط بين رجل وامرأة، ويجب في الوقت نفسه أن يرحب بمثليي الجنس وألا يكون وصمة عار. أنا متأكد من أنكم تفكرون في موضوع الجنس هذا. لقد اتخذنا قراراً عام 1998 ونحن نطلق على قراراتنا اسم التصميم، على غرار موقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. اتفقنا على هذه النقطة من خلال ما نفهمه من الكتاب المقدس اليوم. لا يمكننا أن نقبل زواج شخصين من الجنس نفسه، ولكن نتابع قائلين إننا نعلم أن هناك بعضاً من أبنائنا وبناتنا وبعضاً من أعضائنا الذين اختاروا طريقة الحياة هذه، ولدينا مسؤولية رعوية تجاههم. لذلك لا يمكن لشراكتنا أن تدعم تجريم المثليين أو المثليات جنسياً، فهذا واضح. هذا هو موقف كنيستنا، فهو لم يتغير، وكل جزء من الشراكة مرتبط بهذا الموقف. ووظيفتي إذن هي أن أقول للعالم إن هذا هو موقف الشراكة الأنجليكانية، وكل كنيسة تساند هذا القرار. دعونا الآن نتكلم عن أصل مشكلتنا. سأبدأ من الجزء الخاص بي في الشراكة، حيث مسقط رأسي نيجيريا وأفريقيا. هناك كنائس في أفريقيا وهي جزء من الشراكة، والتي جرمت حكوماتها المثلية الجنسية، ونيجيريا إحدى هذه الدول. وقد قلت حتى قبل أن أستلم الوظيفة التي أقوم بها أنا جزء من الشراكة، ولا يمكن أن أدعم هذا. لا أستطيع ولن أدعم هذا، لأن موقف الشراكة يقضي
بأن يكون لدينا مسؤولية رعوية تجاه هؤلاء الناس. لذلك إذا قالت حكومة نحن نجرم المثلية الجنسية، تقضي مهمتنا بمساعدة أولئك الذين يشعرون بهذه الجاذبية كي يعرفوا أننا نهتم بهم، أن الكنيسة مهتمة بخلاصهم ورفاههم. هذا هو عملي. ولكن عندما أتواجد في مكان ما يقال فيه قررت الحكومة ذلك وهذا ما سنفعله، سوف نزوجهم، تقضي وظيفتي كأمين عام أن أقول إنني لن أقبل بذلك. تقول كنيسة حتى الآن إن لدينا مسؤولية رعوية، وما لم تجتمع الشراكة مرة أخرى وتمضي قدما فيما يتعلق بهذا الموضوع سيظل هذا عملي، وغير ذلك ليس لدي أي عمل أقوم به. أنا أريد أن أحتفظ بوظيفتي لأنني أحبها كثيراً، وأنا أعتقد أنه من المنطقي فعل هذا، فأنا لا أرغم أحداً بل يقضي عملي بتشجيع الناس على أن يكونوا معاً. في الشراكة الأنجليكانية يقتضي عملي كأمين عام بأن أوضح كي يفهم الناس اختلافاتنا ويحترمونها. هذا يعيدني إلى ما قلته لكم عن القرآن لتتعارفوا. يمكننا أن نتعايش على الرغم من اختلافاتنا. إن المسيحيين مدعوون للتبشير بالإنجيل في سياق متعدد الأديان أو في مجتمعات تميل أكثر فأكثر إلى العلمانية، فكيف يمكننا المثابرة في دعوة أن نكون رجالاً ونساء الوحدة والوفاق؟ ما رسم التزامي ودعوتي كمسيحي هو في الأساس رغبة الله في أن يخلص الجميع. لا يريد الله أن يهلك أي شخص. هذا ما أعتقده كمسيحي. بالتأكيد لا أستطيع إجبار الناس، ولذا يقتصر دوري على فعل شيئين. أولاً، لقد زرعت بذور الكلمة في وأنا أؤمن بذلك. فالله في المسيح يعتمد علي لعيشها وإطاعتها، العيش من الكلمة. فقد منحت نور الله، والله يتوقع مني أن أنشر هذا النور. هذا ما يتحدث عنه بولس الرسول بقوله في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الفصل الخامس: لنا نحن الذين تصالحنا أعطانا الله في المسيح خدمة المصالحة. هناك ترجمة للكتاب المقدس تنقل ذلك بشكل جميل بالقول: لقد كلفنا الله بخدمة جعل كل الناس أصدقائه. هذا هو الهدف الأسمى للمصالحة، أن يأتي جميع الناس إلى الله، وبالنسبة إلي كمسيحي من خلال المسيح، من خلال المسيح. لذلك علي أن أعيش الإنجيل، أن أسمح بانتشار النور. فليضئ نوركم هكذا أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هذا هو معنى المصالحة. مع ذلك علينا أن نكون متواضعين، فبالنسبة إلي هنا يكمن جوهر مثل البذور التي زرعت. ينشر الفلاح البذور ثم يذهب إلى منزله وينام، فلا داعي أن يقلق. تقول الآية 28 من إنجيل القديس مرقس: لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولاً نباتاً، ثم سنبلاً، ثم قمحاً ملآناً في السنبل، ولا يزال الفلاح نائماً. وعندما يحين وقت الحصاد يخرج الفلاح ويحصد، فنحن لا تهمنا الطريقة التي نمت فيها البذور. وهنا تظهر المشاكل بين المسيحيين وحتى بين المسلمين إذا أمكنني القول. ولكن هذا ليس من شأننا، فليس من مسؤوليتنا أن نجبر أحداً على شيء، ولا يجب أن نهدر وقتنا على ذلك. علينا نحن أن نزرع البشرى السارة،
وأن نقوم بالأعمال الصالحة التي يتوقعها الله منا، وأن نترك النتائج له. ولكن لا يجب أن ننسى أن رغبة الله هي أن يخلص جميع الناس. كيف يفعل ذلك؟ الله أعلم، كما يقول العرب. علينا إذن أن نسلمه الأمر. من إنجيل القديس متى، الفصل الخامس، الآية السادسة عشرة: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. نصلي يا رب من أجل كنائس 38 أعضاء الشراكة الأنجليكانية وجميع كبار أساقفتها، خاصة من أجل أسقف جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري. عزز يا رب الروابط بين هذه الكنائس حتى تتمكن من البقاء في تفاهم متبادل وتشكيل هيئة واحدة على الرغم من الاختلافات التي قد تنشأ بينها. افتح يا رب قلوبنا وساعدنا على التغلب على مخاوفنا في لقاء الآخر الذي يكون من ثقافة مختلفة أو من دين مختلف.